السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم العلم جاقي الناطق رسمي لعصبة الدار البيضاء 16، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية طيط من الليل، أبطال قاش أبو رباب، والإنجاز كبير ضمن عصبة الدار البيضاء وأيضا داخل جمعية طيط من الليل. والبطل ديالنا كيعلم بالأوائل سواء من جمعية طيط من الليل أو عصبة مدينة الدار البيضاء، ونشوفوا البطل ديالنا كيفاش كان الاستعداد ديالكم في هذه المسابقة الأخاقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكرك الاخ بالعيد، كنشكر الاخوه اللي حاضرين معنا، وهذا نهار كبير اللي فرحانين فيه الحمد لله وجمعنا. بالنسبه للطلقه الحمد لله وفقني الله وحصلت على الرتبه الاولى، ولو وفقني الله غنكون حتى الرتبه الثالثه ان شاء الله ليسر الله. وهاد الحميمات الحمد لله اللي ديكلاريت بهم، ديجا كنديكلاري بهم، ذكر لي ديكلاريت به عنده ثلاثه كريات دومي فوق ان شاء الله جابهم الله، وكرميان اسبيجو وليت هو الحمد لله سلاله قويه، ديجا كنديكلاري بهم خوتا عندهم بريات الحمد لله وفقني الله. وهذا الانجاز راه كنهديه لجميع المواليع والناس اللي كيحبونا والاخوه اللي حاضرين معنا الحمد لله. وبالنسبه لهذه الحمامه ذكر وانت الاخ قال ديكلاريت مع وجوه دقيق النتوه وذكر واللي من وراها الحمد لله ذكر الحمد لله. وكيفاش كان الاعلان ديالك في المسابقه الحمامه جات دخلت لقيتي مع شي صعوبه؟ الحمد لله ديجا انايا الحمد لله كنت حاضر بعدا ياك كنت حاضر ضروري انا السجنه ما كنت فيها نهار التلقى خصني ضروري نكون حاضر رغم الخدمه كنجي نحضر نتولي. بالنسبه للحمامه جايه من ديكلاريم جايه من السما الحمد لله صفرت عليها تحطت فوق لاباراي ديكلارات وكذلك الدكاس رغم ان الحمد لله كان الجو شويه قاصح جاب الله تيسير الحمد لله. واللي كيعاونك في اللوف ديالك هي البنت ديالك رابع بياك نخليو لها التعليق ونسولوها كيفاش كنتي كتستعد من بدايه الموسم الى يومنا هذا الاخت رباب. ضروري خاص اي واحد من المولور خاصو يخدم مع الحمام باش يلقى النتائج اللي كان باغيها. ماشي انا بوحدي اللي كنخدم مع الحمام كاين حتى الاب ديالي هو كيساعدني انا باقا صغيره بزاف ولاني هو كبر مني كنستافد منه كانه مولور وحتى انا مولوعه والحمد لله حصل على نتائج مولوره الحمد لله. تعلمتي شويه عندك شويه ديال الاكسبيريونس من الاب ديالك ياك تبارك الله عليك توفقتو مزيان باش تعلو بديكلاراسيون مزيانه سواء جمعيه ديال طيط من الليل او عصبه مدينه الدار البيضاء. مبروك لكم ومبروك لكم ثانيه. بالنسبه للاخ قاش بغي الحمامه تجيبها لينا قبل من ندوزو عند الاخوان ديالنا جبنا الحمامه باش المشاهد الكرام باش يجيبوا الحمامه ومشيو عند جمعيه احد مكتب جمعيه طيط من الليل امين المال جمعيه طيط من الليل غيتكلمنا اكثر على الابطال ديالنا قاش ابو رباب. السلام عليكم. بالنسبه للمولوع قاش ابو رباب من المواليع اللي كيستحقوا الاحترام داخل الجمعيه وخارج الجمعيه وبطال هو تبارك الله ويستاهل كل خير والديكلاراسيون راه يستاهلها ويستاهل اكثر باش هو محترم ومولوع صراحه الحمد لله مولوع تبارك الله عليه صراحه تبارك الله والله يسخر ليه والله يسخر الجميع جميع ابطال ديال جمعيه طيط من الليل او ابطال عصبه الدار البيضاء تبارك الله عليكم. شي واحد الاخوان ديالنا من الروت هو اللي غيتكلمنا اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا الاخ بالعيد وكنشكروا الناس ديال العصبه اللي ساهرين على هذه المسابقات وكنشكروا كاع الناس اللي كيجيو يديروا الكونترول وكنشكر المكتب ديال جمعيه امل تيط من الليل على المجهودات اللي كيدير. اخ القاش راه شخصيه فارضه الوجود ديالها في حمام السباق وراه انسان خلوق وراه خدام مع الحمام مزيان وعندو حميمه تبارك الله في المستوى وراه من جد وجد ومن زرع حصد. داكشي اللي كاين هذا هو عنوان ديال هاد الهوايه ديال الحمام السباق. تكرفص مع الحمام راه ضروري يلقى النتيجه. داكشي اللي كاين نرجعوا للموضوع ديال الحمامه الاخ قاش هي ديال الحمامه كما كتشاهدوا معنا في الصوره هذه هي الحمامه المعلن عند الابطال ديالنا قاش ابو رباب عن جمعيه طيط من الليل. بالنسبه للحمامه شنبوره كبيره الاخ قاش. هذه زياده ديال ذاك العام الحمد لله انا ما لعبتش في ذاك العام النظام انا غادي به هذا هو السيستم ديالي كنفرخ من السلاله القويه وكنلعب بشي حاجه وشي حاجه كنخليها ملي كدير لاج كنلعب به العام الاخر كيجيب الله تيسير. هاد الحمامه خوتها كاع ضاربين تبارك الله هادي خوها الويستابي الهولندي امها من الحمام ديال الرياحي ديريكت عندي الهولندي الرياحي رضوان النتوه ديالو لقيت الذكر ديال الصابيل مع النتوه ديال الاخ الرياحي وجاب الله هاد البياسه
هاد البياسه خوتها كاع عندهم بريات، وهاد الكار حتى هو خو هادي من الام ديالو، هاد الكار عنده ثلاثه البريات الحمد لله في هاد الطلقه ديال من تانوت دومي فو. وديجا داك العام هذا زاد شحال من بري كيجي هو قبل من الحمام وكيبقى كيدور هنا وكيتحط حمام اخر كيديكلاري كروميان وهذا ما كيتحطش. يعني هاد السلاله سلاله قويه الحمد لله، فرض الوجود ديالها فرض الوجود ديالها. هاد الحمام تبارك الله تقريبا ها موت هاد النتوه موت هادي وموت هذا، راه عندهم شي 11 بري. وبالنسبه لهاد العام وفقني الله تقريبا راه نكون وصل دابا لشي 17 ديبلوم تبارك الله. تلقى وحده راه جاب الله فيها 5 بريات تبارك الله، تلقى وحده جاب فيها 4 بريات، رغم ان كاين الظروف هنا تكون شويه مع المعلميه وداك الشيء راه داك الشيء اللي كاين. الحمام الى دار كنصبر عليه كيتحط لي الحي هنا عندكم في التطور الانجاز ياك. داك الشيء اللي كاين، غير الا ما كانوش المعلميه راه كان الحمد لله كل النتائج غتكون الحمد لله تبارك الله عليك. نشوفوا البنت ديالك راه بشحال حمامات ديتها الاخت راه بهذه المسابقه هذه. بالنسبه للحمام جمعته انايا مع نهار الجمعه تبارك الله، عندي البنيات ماشي غير عندهم غير هذه الهوايه، عندهم هوايه اخرى ديال تبارك الله كيديروا الرياضه ديال الفنون الدفاعيه، كيمشيو يوجهوا راسهم باش يترينيو. وبنيه اخرى كيمشيو يقراوا القران، حنا الحمد لله منظمين راسنا، انا اللي جمعت الحميمات الحمد لله وجاب الله التيسير. ديت من الحمام ديالها تقريبا شي المهم في التوتال ديت 69 بياسه الحمد لله، وجا كل شيء باقي شي حاجه قويه، ثلاثه بياسات او خمسه جاوا الصباح جوج وقويه ان شاء الله. في هذا الاسبوع او الاسبوع القادم يقدر يجيو ان شاء الله. الحمام ديال البريات كاع جا اللي عازر الدبلومات جاو، والتوفيق من عند الله والله وفقنا في هذه الهوايه. تبارك الله عليكم، الله يسخر لكم والله يسخر لجميع الابطال ديال جمعيه تمليل. الاخوان ديالي اللي كيساعدوني في هذه الهوايه، الناس المسؤولين في الجمعيه، والاخ الرئيس اللي كنستافد منه الله يكثر خيره وكيساعدني حتى هو، والابطال ديالنا الناس من هنا ديال الجمعيه المحترمين كنحترمهم، والاخ بخوت والابطال هذه للرئيس الله يكبر فيك. وما نساوش الاخ المحترم عبد العزيز فؤاد عبد العزيز تبارك الله، الله يكمل عليه بخير حتى هو. وهذا ما كان الحمد لله كنحبوا هاد الناس لله. تبارك الله عليك ومبروك عليك ثانيات، ومبروك لكم بجوجكم، ومشوا عن جمعيه تطم اللي تولي تبارك الله. البطل ديالنا تولي غيتكلمنا اكثر كيفاش كتشوفوا الابطال ديالنا قاش ابو رباب داخل جمعيه تطم الليل، سواء من الاخلاق او من المعامله. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الاخ هشام على الاستضافه ديالنا، كنشكر الاخ بالعيد المشجع على القدوم ديالو للمدينه التقليديه. والحمد لله الانسان في مدام خدم مع الثمان ديالو كيجيب الله التيسير، والحمد لله حنا كنا كندعيو ان الحلقه هذه تكون بخير وعلى خير، ويكونوا يعني منخرطين ديالنا من الاوائل في عصبه الدار البيضاء. والحمد لله ان شاء الله تحققت الانجاز بالحمامة الأولى ديال السي هشام القاش اللي كانت معلن عليها جوج بجوج. نتمنوا له المزيد من التوفيق إن شاء الله. تبارك الله عليكم وتبارك الله على الجمعية ديال طيط من الليل اللي انت الابطال ديالنا قاش ابو رباب هزيتوا الدرابو ديال جمعيه طيط من الليل، وكتكونوا بين الاوائل في عصبه مدينه الدار البيضاء 16، وكيتواجد معنا حتى هو ربما من مكتب ديال جمعيه طيط من الليل. اخي ياسين كرودة، اخي ياسين كرودة حتى هو اللي غيتكلمنا اكثر على الابطال ديالنا قاش ابو رباب. السلام عليكم ورحمه الله. كنشكروا الاخ بالعيد، وكنشكروا المكتب ديال جمعيه امل تيب الليل، والاخ حاش راه حقق انجاز كبير، وكنتمنوا له التوفيق ان شاء الله المزيد ان شاء الله. تبارك الله عليك الاخ، شي كلمه بحق هاد الابطال هادو اللي حققوا هذا الانجاز كبير وكبير جدا. تبارك الله حاش رباط معروف الصعيب عنده سلاله تبارك الله قويه، الله يوفق له الحمد لله. وكما كتشاهدوا معنا عبر هذا الصوره لوفت جيد وجيد جدا من المستوى العالي والعالمي ايضا تبارك الله عليكم تبارك الله. وكما كتشاهدوا هذا اللوفت ديال رباب الله يسخر لهم، والله يسخر لجميع الابطال ديال عصبه مدينه الدار البيضاء، وايضا جمعيه امل طيط من الليل. وتيحضر معنا واحد الاخ حتى هو عن مكتب جمعية تطملي الكاتب العام اللي غيتكلمنا اكثر على الابطال ديالنا قاش ابو رباب. السلام عليكم، كنشكروك الاخ العيد على هذا المجهود اللي كتقوم به، والاخ القاش غني عن التعريف. الحمد لله الصالح حصل على الرتبه الاولى
في هذه المدينة، والحمد لله حتى بالنسبة للسنين اللي جات بالنسبة للسنة الماضية حصل على الرسمة الأولى في أولى جرة ضمن الاتحاد، يعني الحمد لله حصل على رسمة مشرفة ويستاهل 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 كثر هذا الشيء. تبارك الله تبارك الله عليك، الحمد لله. وشو الأخ ديالنا حتى هو اللي غادي يتكلم لنا أكثر على البطل ديالنا؟ السلام عليكم. أول حاجة السلام عليكم الأخ بعيد، كنشكرك على هذا الروبورتاج اللي درتي لهذا الأخ يستاهل. هذا الأخ هشام تبارك الله، أول حاجة يعني بغينا على الحمام، يعني أخلاق عالية. الله يكبر بك. أخلاق عالية، إحنا كيحصل لنا الشرف حنا الناس يجيو يلعبوا معنا في الجمعية ديالنا كيشرفونا عليه. وزيادة على ذلك تبارك الله راه التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي كيكون يعني الأخلاق ديالو كلشي متواجد في هاد البلاد، هذا كلشي متواجد في أخلاق تبارك الله. تبارك الله هذا الشخص تبارك الله يعني شرف لنا يلعب في الجمعية ديالنا. داكشي اللي كاين، تنشكرك الإخوان. واحد النقطة الأخ بالعيد، أنا بغيت نشكر هاد الإخوان الحمد لله اللي حاضرين معنا، والناس ديال الجمعيه، حيت الناس ديال الجمعيه تبارك الله كيساعدوني بزاف زعما بكل صراحه. رغم انني كنكون في العمل وكتكون عندي شي ظروف قاسيه وكنتعطل، كنطلبهم وكنعيط ليهم وكيصبروا معايا، يعني هذا تشجيع بالنسبه لي انايا، وكيعاوني حتى في الحمام. انسان كيتساعد معك بهذه الطريقه راه افضل كبير وخير كبير مع الله. وكنشكرهم بزاف، الله يكثر خيرهم. وكنشكر جميع الموالي اللي كيشوفونا دابا وكاع اللي كيبغيونا في الناس. تبارك الله عليك الاخ قاش ابو رباب. وبريباراسيون الاسبوع القادم ان شاء الله كاين شي ضروري. دابا حنا الحمد لله عندنا روبو، عندنا روبو الاسبوع المقبل. حنا خصو دابا الحمد لله يرتاح، لحقا جات الطلقه شويه كانت قاصحه، يرجع الحمد لله الحميمات ومن بعد غادي نخدموا معاه. ليسونسيال من هاد هاد الساعه هو خصو يريكيبيري مزيان، داكشي اللي كاين. ملي يريكيبيري والحمام يشد الصحه ديالو صافي. حتى اصلا الحمام تبارك الله دار مطريطي، حتى تقدر ما تعطي والو، السلاله ديها صيفطه وتجي وتروح. داكشي اللي كاين اصلا خدام معاهم انا في ليرفاج، من ليرفاج ماشي حمامه هكاك مدخوله وغادي نصيفطها، ما يمكنش. راه انت كتشوف حمام تبارك الله كبير، يلا العب جم طلق البال. الله يسخر لك والله يسخر لجميع الابطال ديال جمعيه تطمن الليل. اخ بخو استوى معنا على الخط، تا هو اللي غيتكلمنا عن جمعيه امل تطمن الليل، تا هو اللي غيتكلمنا اكثر على البطل ديالنا قاش ابو رباب. السلام عليكم ورحمه الله. كنشكر الاخ المنتهي على الحضور ديالو، وكنشكر الاخ ازوال على الحضور ديالو الاخ سعيد، وكنقول لهم مبروك. هو الحمد لله راه معروف زيد جازف من فوق، اللهم بارك، وعنده سلالة قوية، كنطلبوا ليه التيسير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تبارك الله عليك. آخر كلمة الأخ قاش قبل ما نغلقوا هذا الفيديو. هذا آخر كلمة، هاد النتائج اللي وفقني الله وحصلت عليها، كنهدي لجميع الموالي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وحتى اللي ما وفقوش اللهم ديك لاراج، كنهدي ليه هاد الإنجاز اللي أنا حصلت عليه، حيت حنا عانينا من قبل، فهمتي. أنا كنهدي ليه هاد الإهداء ونطلب من الله يوفقوا الله حتى هو يخدم على الحميمات، حيت هاد الحمام خصك تخدم معاه شويه وتكون سلاله قويه، راه غيجيب الله التيسير. امين امين. تبارك الله عليكم، الله يسخر لكم جميع المسابقات المتبقيه. الله يبارك فيك. رباب اخر كلمه بالنسبه لك. شكرا لكم بزاف على حضوركم معنا في التكريم، ونتمنى القناه ديالك ان شاء الله بفضل الموالي واخته وكل شيء جديد. بارك الله فيك، شكرا لكم. وشكرا للجميع، وشكرا لجميع المتتبعين معنا مباشرة عند الأبطال ديالنا قاش أبو رباب، أبطال جمعية أمل تطمن الليل.